يا أهلاً، أنا أولاروا وهذه سلسلة درجات البشرة ألوان الماركر اللي حبيت أشارك معاكم خبرتي فيها، وهذا بما أنه رح يكون بارت 1 فرح نأخذها عن البشرة البيضة. بس قبل أعطيكم كود اللون اللي قاعدة أستخدمه، خلوني أقولكم على تكنيك أنا أستخدمه تحديداً مع هذا اللون، لأنه يعطيكم أفتح درجة في درجات البشرة البيضة لو استخدمتوا هذا اللون كظلال، بس أنه أنا ما لونت فيه الرسم كامل، فرح تاخذوا أفتح درجة بالبشرة البيضة يعني، ورح يعطي هذا الإيحاء. وبنفس الوقت كل ما حبيت أنها تكون أغمق فأنا رح أضيف طبقات. وعلى طار الإضافة، ضيفوني، تابعوني، سووا لايك، اكتبوا تعليق، شاركوا المحتوى مع أحد مهتم. وبمناسبة بعد التعليقات، لو أنتوا حابين تعرفوا إيش أهم وأفضل درجات الظلال اللي تناسب اللون هذا تحديدا من الماركر أو السوفت باستل أو أيا يكن، اكتبوا لي بعد في التعليقات نسويها مع بعض. وأخيرا هذا اللون وهذه الدرجة اسمها آيفري، والكود حقه في أغلب البراندات هو 416. الحين في البراند اللي أنا قاعدة أرسم فيه هو 418 من براند وينستر نيوتن. وبس والله، تابعوا باقي السلسلة وقولولي لو في شيء محتاجين تعرفونه أو عندكم أي سؤال اكتبوه في التعليقات، ونلتقي بارتو.